بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر اتحاد الإمارات للمبارزة على تنظيمهم أولى بطولات الموسم في صالة نادي الشارقة الرياضي الحزانة. طبعاً نحن دائماً نحرص على استضافة مثل هذه البطولات عندنا في نادي الشارقة الرياضي على مستوى جميع الاتحادات الرياضية، وكذلك انتهز هذه الفرصة لأبارك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الآسيوي. في هذه البطولة طبعاً شهدت المسابقة منافسات قوية، وأحب أهني جميع الفائزين الحاصلين على الميداليات وعلى الكؤوس المراكز الأولى، ونتمنى إن شاء الله موسم حافل بالإنجازات.